في اليوم 69 من الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل المعارك على مختلف الجبهات في ظل غياب الحلول السلمية، حيث نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن قائد كتيبة أزوف أن القوات الروسية بدأت باقتحام مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول بعد سلسلة ضربات جوية. في الوقت ذاته تدور معارك ضارية في جبهات عدة شرقي أوكرانيا، حيث قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تحاول السيطرة على بلدة روبيجني في إقليم لوغانسك، وتستعد للهجوم على بلدة سيفيرو دونيسك القريبة. كما دارت اشتباكات عنيفة حول مدينة بوبوسنايا، حيث قال حاكم المنطقة إن القصف كان عنيفا لدرجة أنه لم يكن بالإمكان انتشال الجثث. وفي جنوب غرب أوكرانيا قتل وجرح عدة أشخاص في قصف روسي لمدينة أوديسا، ووفق ما أعلنته السلطات البلدية في هذه المدينة الساحلية التي تعرضت لقصف متكرر في الأسابيع الأخيرة. والآن مشاهدينا نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.